نفى المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة المصرية أنباء بشأن فرض الجيش حظرا للتجوال في سيناء أو إعلان سيناء منطقة عسكرية. المسؤول العسكري المصري قال إن تلك المعلومات تأتي في إطار استغلال البعض الإجراءات الأمنية المشددة التي اتخذتها وزارة الداخلية للمطالبة بإسقاط الأحكام المدنية الصادرة ضد عدد منهم. المتحدث العسكري أوضح أن الحالة الأمنية في شمال سيناء طبيعية وأن الشرطة تعمل على دعم أمن وسيادة الدولة في المنطقة. أما من جانبها فقد نقلت صحيفة الشروق المصرية عن مصادر مطلعة أن الرئيس محمد مرسي استدعى وزير الدفاع لبحث صدور قرارات مهمة بخصوص سيناء قد تتطلب من القوات المسلحة إدارة الأوضاع الأمنية في المحافظة بشكل كامل، هذا على حد قول الصحيفة. في جولة تهدف إلى تعزيز الشراكة السياسية والعسكرية يبدأ رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون هذا اليوم جولته في الشرق الأوسط، وستقوده خصوصا إلى الإمارات والسعودية على أمل إقامة شراكة استراتيجية فعلية في مجال الدفاع وبيع طائرات مقاتلة من طراز يورو فايتر تايفون. أعلن مكتب كاميرون أن بيع طائرات مقاتلة من صنع شركة BAA Systems سيحتل مكانا بارزا في جدول أعماله. وقال ذا جارديان هذا اليوم أن كاميرون يسعى عبر هذه الزيارة إلى إقناع القوى الإقليمية في الخليج لشراء أكثر من 100 طائرة مقاتلة من نوع تايفون المقاتلة الأوروبية أي أوروبية الصنع في صفقات ستجلب لبريطانيا نحو 6 مليارات دولار. أظهرت استطلاعات للرأي أجرتها واشنطن بوست مع شبكة ABC أبرزت أن تعادلا بين المرشحين ب 48%